قررت الحكومة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية حسب ما جاء على لسان غدوالي وزيرة التضامن الاجتماعي، التي أشارت إلى أن هذا التوسع يشمل برامج الفئات الغير قادرة. 4 ملايين أسرة وربما يزيد سينضمون تحت مظلة واحدة خاصة تضم الأسر الغير قادرة بكل فئاتها، كبار السن وذوي الإعاقة وغير القادرين على العمل بسبب أمراض مستعصية أو حوادث تحول دون عملهم، والمطلقات والأرامل، بهدف توفير الحياة الكريمة والآمنة والتمكين الاقتصادي لهم. وتضم هذه الأسر كل من 1.5 مليون أسرة، هو عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، و2,400,000 أسرة هم المستفيدون من برنامجي تكافل وكرامة. ومن المقرر أن يتم تنقية جداول المستفيدين من الضمان الاجتماعي حسب ما أكدت الوزيرة، بحيث يكون لدينا برنامج موحد للدعم النقدي إلى جانب التطبيق الكامل للمشروطية في مجال التعليم والصحة. التخفيف من معاناة الأسر صار ضرورة، ومن ثم شددت غدوالي على أهمية استمرار مستفيدي تكافل وكرامة في صرف المساعدات الشهرية بكروت ذكية من ماكينات الصرف الآلي. وفيما يتعلق بمنظومة الشمول المالي، فقد تم رصد 250 مليون جنيه لقروض برنامج مستورة من بنك نصر الاجتماعي، حيث تقرر ضم غير القادرين خاصة النساء المعيلات للأسر، مع التركيز على الصعيد الذي يعاني ارتفاعا في معدلات الفقر. برنامج فرصة من بين برامج الدعم النقدي بالمبادرات والبرامج الاجتماعية، حيث يهتم بتوفير فرص عمل وإتاحة تمويلات مختلفة لشرائح متنوعة من محدودي الدخل. وهناك برامج أخرى تساعد في الحد من معاناة المواطن، ومنها برنامج 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية، ومبادرة سكن كريم بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني بقيمة 55 مليون جنيه، وهدفها توفير حياة آمنة وتطوير المنازل للأسر الأكثر احتياجاً خاصة في الصعيد. خطة كثيرة وبرامج ومبادرات واعدة اتخذتها الدولة في سبيل الحد من المعاناة القاسية التي يواجهها المواطن محدود الدخل، خاصة من ينتمي للفئة الأشد فقراً. فهل تؤتي ثمارها؟ وتنضم هذه الفئات تحت مظلة حماية اجتماعية شاملة؟ هذا ما يريد أن يشعر به المواطن في القريب العاجل. نشوى عبد العاطي، مساء دريم.